هناك التزام من قبل مواطني سامراء بحظر التجوال الموجود حاليا في قضاء سامراء، حتى ولو هناك استثناءات تعرف عندنا هنالك حالات المرضية، عندنا هناك استثناءات من قبل خلية الأزمة المتمثلة بقيادة عمليات سامراء، هو ما يخص الإعلاميين والصحة وموظفي معمل الأدوية والخدمات الأخرى التي تساعد على ديمومة الحياة في قضاء سامراء. ما يخص التوجيهات، هناك انتشار من قبل أفواج طوارئ صلاح الدين وفوج مغاوير قيادة العمليات دتلاحظه، وأيضا قسم شرطة سامراء المتمثلة بالمراكز والمرابطات المنتشرة داخل مدينة سامراء.